معلش عشان هنتكلم بقى مع حضرتك النهارده على كاس العالم، بما اننا النادي الوحيد اللي بيلعب في كاس العالم للانديه، لكن خلينا نروح لزوم مع كريج وايبل مدير عام نادي سياتل ساوندرز الامريكي والمشرف على كره القدم. كريج وايبل هو المدير العام زي ما قلت لحضراتكم لنادي سياتل الامريكي، بطل الكونكاكاف، وايضا هو صاحب تاريخ مع النادي كلاعب وله مسيره طويله حافله بالبطولات مع الدوري الامريكي. خلونا نرحب بكريج على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيك وبهنيك الحقيقه على الانجاز التاريخي اللي انتوا كاول بطل امريكي يشارك في كاس العالم للانديه، وبالتأكيد هو إنجاز لكرة القدم الأمريكية. شكرا جزيلا لكم. نعم، إنه من بالغ سروري ومن الشرف أن أتواجد معكم، وأعتقد أننا أول فريق أمريكي كما ذكرت يمثل القارة في كأس، يمثل البلد في كأس العالم للأندية. هذا فخر كبير لنا، هذا إنجاز رائع للفريق وللنادي ككل. نحن نناضل لنكون في المقدمة منذ 14 عاما، فبالتالي وبالطبع دعني أبارك لكم على هذا الإنجاز. أنتم تؤدون بشكل جيد في هذه البطولة، مرات عديدة فزتم بالمركز الثالث، فنحن نتمنى أن نكون على نهج نادي مثل الأهلي. طيب هسألك مباشرة عن القرعة ورأيك فيها، وانتوا هتلعبوا الفائز من النادي الأهلي وأوكلاند سيتي نيوزيلندي. نعم، لا يوجد شيء في تفكيري بخصوص القرعة، لا يوجد أي تعقيب سلبي على القرعة، أستطيع أن أقول أنها كانت جيدة. إنها فرصة رائعة لأي نادي أن يواجه أي نادي آخر في هذه البطولة ويتبادل الخبرات. هذا أمر مميز جدا لنا. طيب هل شاهدتم أي مباراة للنادي الأهلي أو لنادي أوكلاند في النسخ السابقة من كأس العالم للأندية، وكيفية التحضير لهذه المباراة، وكيف ترى الأهلي وأوكلاند من الناحية الفنية؟ أنا بالفعل شاهدت العديد من المباريات في المنافسات السابقة، ولكن كأس العالم هو يعد بمثابة الحلم لنا، ليس فقط كالدوري العام، ولكن الأمر كان حلما لنا. أنا بالفعل كنت أشاهد كأس العالم كمشجع بشكل مباشر في كل نسخة، كنت أتابع جميع المباريات، ولكن الآن لقد ذكرنا ودرسنا العديد من الأندية، فالجودة التي يتحلى بها الفريق رائعة. أستطيع أن أقول أن الفائز من مباراة أوكلاند والأهلي ستكون مباراة قوية ضد هذا الفريق الذي بالفعل يحظى بجودة رائعة من اللاعبين. الأمر جنوني بالنسبة لنا، سيكون الأمر تحدي كبير بغض النظر عن الفائز. طب هل تعتقد أن خبرات الأهلي أو أوكلاند باعتبارهم الأكثر مشاركة في مونديال الأندية هتكون بمثابة عقبة في طريق سياتل في بداية مشواره بالدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية؟ أعتقد أن أي منافسة كبيرة تكون صعبة على أي فريق، ستكون مباراة بمثابة بطولة. أعتقد أن تصعد للنهائي لبطولة مثل كأس العالم للأندية ستحتاج للخبرة. نستطيع أن ننظر إلى منافسات الفريق المحلية وسنجد أن الأمر مختلف تماما. لم نواجه مثل هذه المواجهات من قبل، نحتاج للخبرات ونحتاج للاعبين يعرفون ما معنى هذه المنافسة ومعنى هذا النوع من المنافسات، أن نستطيع أن نلعب على مستوى عالمي وليس فقط مستوى محلي. أعتقد أن الأمر نعم يفرق مع أي فريق منافس، الأمر يعتمد على 11 لاعبا. أستطيع أن أقول أننا يجب أن نحن الآن في مرحلة استعداد للموسم الجديد، فأعتقد أننا نأمل أن نواكب هذه الأجواء. الدوري في أمريكا بيبدأ في فبراير على ما أتذكر،
وبالتالي انتوا لسه ما بداتوش الدوري، ف او اول مباراه ليكم هتكون في فبراير، وبالتالي انتوا هتكونوا لسه ما دخلتوش جو المنافسه، هل ده سيؤثر على سياتل في كاس العالم للانديه؟ اعتقد ان فريقنا اعتاد ان يظهر بشكل رائع مؤخرا. الامر ليس سهلا، ولكننا نعود بشكل جيد على المستوى الفردي، لدينا لاعبين جيدين. اعتقد اننا استطعنا ان نجري الكثير من المباريات الوديه الرائعه. اعتقد اننا سنكون في شكل مثالي لننافس. لقد قمنا بتحضيرات لمنتصف الموسم في السابق، والان نؤدي تحضيرات رائعه بالنسبه للفريق. طيب هل القرعه خدمت سياتل ولا لا، بخصوص انها خلت ريال مدريد بدلا من فلامينجو البرازيلي في مشوار التاهل لنهائي المونديال في اول مشاركه ليكو؟ أظن أن هذه المنافسة لا يوجد مباراة سهلة في هذه المنافسة. أعتقد أننا يجب أن نتحلى بالجرأة، ويجب أن نبتعد عن أي مخاوف تكون مصاحبة لمثل هذه البطولات. فهذه فرصة كبيرة أن تلعب ضد مثل أوكلاند، الأهلي، ريال مدريد، فلامينغو. هذه فرصة لا تتكرر كثيرا. أعتقد أن كل هؤلاء الرجال في فريقي حريصين جدا على إظهار أفضل ما لديهم في هذه البطولة. بمناسبة الرجال في فريقك، قائمة سياتل بها لاعبين شاركوا في كأس العالم 2022، وده تأكيد على القوة الفنية اللي موجودة في فريق سياتل. إلى يعني أي مدى تتوقع وصول فريقكم في هذه البطولة؟ يعني هل من الممكن أن تصل للمباراة النهائية؟ هل هتخرج لو الأهلي أو أوكلاند سيتي؟ كيف تفكر؟ أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى أنفسنا في النهائي. نعم، يجب أن نلعب لمثل هذا الهدف. نعم، لدينا لاعبين رائعين لعبوا في كأس العالم بالفعل، لم يشاركوا كثيرا، ولكن لديهم الخبرة الدولية الكبيرة ضد الكاميرون والإكوادور. بالفعل لعبوا مباراة سابقة، مباراة دولية. أعتقد أن لدينا الآن يجب أن ننافس كمجموعة على أفضل أداء في أول مباراة. حينما تلعب مثل هذه البطولات بشكل جماعي وتركز على التفاصيل بسيطة في المباراة، يجب أن ننظر إلى أنفسنا كفريق بطل وينافس على أن يصل إلى نهائي البطولة أولا. طيب متى يسافر فريق سياتل للمغرب، وهل هناك استعدادات خاصة لهذه البطولة من حيث موعد المعسكر، بما أن أول ماتش ليكو يعني هيكون بقى في الدوري الأمريكي في نهاية فبراير؟ نعم، نحن نعمل على قدم وساق في هذه التحضيرات. ليس لدينا الآن أي حصص تدريبية سهلة بالنسبة للاعبين، لأنني كما قلت سافرنا لإسبانيا في هذه العطلة. لعبنا مباراة ودية قوية، لعبنا مباراتين صعبتين في إسبانيا كتحضير، وقبل المباراة الافتتاحية سيكون لدينا مباراة أو مباراتين في الدوري. نحن نركز على كل بطولة شيئا فشيئا. هتيجوا إمتى المغرب؟ وهل تتوقع أن يكون هناك جمهور أمريكي يجي معاكم من أمريكا للمغرب؟ نحن ننهي استعداداتنا اليوم أو غدا للسفر للمغرب. ربما ليس لدينا أكثر من 200 أو 300 مشجع حتى الآن، ربما سيظهروا معنا في هذه الرحلة. الأجواء رائعة هنا، الجميع متحمس، نتطلع للمشاركة وتفاعل الجماهير أكثر في هذه البطولة. المدير الفني لفريق سياتل بريان شمايتزر حقق نجاحات واستطاع أن ينهي سيطرة الأندية المكسيكية على بطاقة التأهل لمونديال الأندية
من خلال حصد ساوندرز للقب دوري ابطال كونكاكاف. رايك في هذا المدرب؟ لقد قام بالكثير من المباريات الرائعة. أعتقد أنه قد نافس على أي بطولة متاحة بالنسبة له حتى صعد لكأس العالم. هو مدير فني رائع. أعتقد أني أستطيع أن أقول لك بمنتهى السرعة أنه لقد فاز بثقة هؤلاء اللاعبين للفوز بأي مباراة. لقد اندمج مع الفريق بشكل سريع. أنا أعتقد أنه قادر على تقديم أفضل بطولة للنادي. الأمر بالنسبة لنا الآن هام جدا أن نمثل بلدنا بشكل جيد في المغرب وأن نقدم أفضل نسخة لفريقنا. فأستطيع أن أقول أن مدير الفني الخاص بنا سريع جدا في إظهار جودة اللاعبين وما لدى الفريق. أنا أضمن لك أن يظهر بالشكل الأمثل في البطولة. طيب أخيرا، هل تتوقع حدوث مفاجآت في النسخة المقبلة لمونديال الأندية، ومن ترشحه للفوز بهذه البطولة؟ نعم، نتمنى أن يكون هناك مفاجآت. الجميع يتمنى أن يكون فريقه هو الفائز بالبطولة، ولكن يتوقع أن يكون الفريق الأوروبي هو الفائز بالفعل. الجميع يتوقع ذلك. نحن نأمل أن نخلق نحن المفاجأة وأن ننافس على البطولة. فهذه المجموعة من اللاعبين جادة جدا في المنافسة على هذه البطولة وأي بطولة. أعتقد أن لدينا الفرصة جيدة لنؤدي بشكل جيد، ولكننا نتمنى أن نكون منافسين بالفعل. إن شاء الله الأهلي هو اللي يعمل هذه المفاجأة. أنا بشكرك شكرا جزيلا كريج وايبل، مدير عام نادي سياتل ساوندرز الأمريكي. أشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا.